طب بذمتك انا حمل الكلام ده؟ انت بس اللي مش مقدره قيمه نفسك. مش هنتقابل بقى. استنى بس خليني ادوخك شويه. اكتر من كده هتحمل، خصوصا انك تقلقانه عليا قوي. طيب طيب انا جايه حالا. في ايه؟ ابوكي جاله تسمم ونقلوه المستشفى. ايه؟ انا رايحه له حالا. وانا جايه معاكي. فريدة، إيه اللي جابك بدري؟ مش عوايدك يعني تسيبي المنتجع بدري كده؟ بعدين سايبة أبوكي لوحده وهو تعبان، كنت خليكي جنبه. خايفة عليه قوي كده يا ماما. مالك؟ أنا برضو ما صدقتش. لو أنتي بطلتي تحبيه سيبيهولنا. حاولت أعرف مين اللي عملتي علشانه كده، ما قدرتش. مين اللي اديتيله كل الإخلاص اللي أنتي اديتهوله ده؟ ها؟ خدتي منه ايه؟ خدتي منه ايه مش علشان بس تخونيه؟ ده انت كمان حاولتي تقتليه. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اتجننت يا بنت؟ وبعدين انت جايه تحاسبيني دلوقتي يا بنت امبارح؟ تعرفي ايه انت عن الجواز؟ جربتي الجواز؟ جربتي 20 سنه مركونه على الرف؟ عايزه تعرفي خدت منه ايه؟ خدت منه الحب والاهتمام اللي ابوكي حرمني منهم. فضل راكني على الرف سنين عمري كلها من غير اهتمام. كان لازم الاقي حد اخد منه اللي ابوكي حرمني منه. كان لازم الاقي حد يطبطب عليا. بس ايا مكان اللي بيني وبين ابوكي لا يمكن ابدا اعمل اللي انت بتفكري فيه ده. ايه اللي واخد عقلك؟ حد واخد عقلي غيرك انت؟ يا عيني يا عيني، ده واضح ان الغزاله رايقه. خليني اتكلم معاك شويه قبل ما انساكي. انت زي الفل يا بابا. وبعدين هو انت تقدر تنساني؟ بلاش كلام من صح. انا عارف انا فيها ايه كويس. انت زي الفل. بس أنا عاوزاك تساعدني، عاوزاك تاخد العلاج، ساعدني يا بابا. ها؟ عشان النسيان ساعات بيبقى نعمة. أنا آسف. آسف يا بنتي. آسف إذا كنت بنسى اسمك ساعات وأندهلك باسم تاني.